مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من اول وجديد. موضوع اللي شاغل كل الاسر المصريه دلوقتي هو موضوع المدارس. المدارس راجعه ولا لا؟ الامتحانات هتبقى ازاي؟ الترم الثاني هيبدا في ميعاده ولا هيتاجل؟ وزير التربيه والتعليم قال انه هيعلن بكره خريطه الدراسه خلال الفصل الدراسي الثاني. كالعاده اولياء الامور قلقانين، الطلبه يرجعوا المدارس في ظل فيروس كورونا؟ طيب ممكن الأولاد ينزلوا ويكون عرضة للإصابة وينقلوا المرض لبيوتهم؟ وممكن أولياء الأمور ياخدوا قرار من نفسهم ما ينزلوش أولادهم؟ أكيد الرأي الطبي مهم في الملفات اللي من النوع ده، خصوصا إن وزيرة الصحة هي اللي هتقول الرأي الصحي اللي على أساسه هتاخد وزارة التربية والتعليم القرار. قرار التعليم في يد الصحة. خلينا نناقش الملف المهم ده مع ضيوفي اللي مشرفينا من اول وجديد النهارده، الدكتور محمد صلاح الخبير التربوي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بشكرا الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. والاستاذه فاطمه فتحي ادمن جروب التعليم بلا حدود. اهلا بحضرتك. وعبر سكايب معانا دكتوره مي عبد الفتاح استشاري الميكروبيولوجيا الاكلينيكيه ومقرر مكافحه العدوى بمستشفى ابو الريش الجامعي للاطفال. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير ومساء الخير على ضيوف حضرتك والمشاهدين جميعا. اهلا بيكم. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي نورتينا. طبعا الموضوع ده بيشغل الراي العام وكل بيت. خلينا نبدا بحضرتك كالراي الطبي. حضرتك عارفه طبعا ان معظم البيوت دلوقتي في حاله من القلق الشديد، هل ينزلوا ولادهم لو تم القرار من وزيره الصحه ووزير التربيه والتعليم ان الترم الثاني ينزل في ميعاده عادي والامتحانات تنزل عادي ولا لا في ظل انتشار العدوى؟ طبعا احنا خدنا بالنا كلنا ان الحالات قلت خلال الفترة الأخيرة الأسبوع الأخير، ولكن ما زالت الحالات منتشرة. حضرتك شايفة الموضوع إزاي وإزاي نأمن الولاد؟ طب أول حاجة يا فندم، طبعا هي الحالات فعلا قلت، لكن ده ما يخليناش إن إحنا نتهاون بالإجراءات الاحترازية. قرار رجوع المدارس ده بيختلف عن لما يكون قرار من الدولة، يعني قرار بعموم الدولة، عن ما يكون القرار قرار فردي أو قرار شخصي. طبعا لأن عموم الدولة بتاخد بأغلبية الظروف المحيطة لمعظم المدارس ومعظم الجامعات والدولة ككل. تمام. لكن أنا كأب أو كأم أخد قرار أنزل ولادي المدرسة أو لأ، في يعني في حال إن سيادة الوزير أو إن الدولة قررت إن عودة المدارس بعد 20 فبراير، ففي الحالة دي أنا أقيم إزاي ظروف المدرسة اللي ابني ملتحق بيها على إني أنزله هذه المدرسة أم لأ. أقيم إزاي يا فندم؟ يعني حضرتك وضحي أكتر. إزاي يا فندم؟ إزاي أقيم ده؟ أول حاجة أقيم بيها الكثافة الطلابية داخل الفصل. لو أنا الكثافة الطلابية داخل الفصل قليلة أو متوسطة، في الحالة دي الخطورة بتبقى أقل. الحاجة التانية، الفصول في مدرسة ابني هل هي جيدة التهوية ومساحتها كويسة ولا لأ؟ ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، هل أنا مدرسة ابني متوفر فيها وسائل غسيل الأيدي؟ هل بيتم تنبيه على الأطفال بالتباعد الاجتماعي والارتداء مثلا الكمامة أثناء التواجد بالداخل المدرسة ووسائل الوقاية وما شابه، ولا الفصل مزدحم والأوتوبيس المدرسة مزدحم، أو أنا هركبه مواصلات في ظروف سيئة، أو أنا ابني. الحاجة الرابعة، ابني هل هو من ضعاف المناعة ولا لا؟ هل عنده أمراض مزمنة؟ عنده سكر مثلا؟ عنده أي أمراض قال لي خلي مناعته ضعيفة عن بقية زمايله ولا لا؟ يبقى أنا في شروط واجب إن أنا أفكر فيها قبل ما أقول إن أنا أنزل ابني المدرسة ولا لا. لو أنا والله مدرسة ابني الأوتوبيس بتاع المدرسة اللي هيجي ياخده لا، عدد الطلاب فيه قليل والمساحات ما بين كل طالب تكفي بالتباعد الاجتماعي كويس، والباص بتاعه جيد التهوية، يعني وفي إجراءات احترازية بيقيس لهم الحرارة مثلا، بيشوفوا الأطفال المرضى بيسمحوا لهم بالغياب بدون عقوبة، دي برضو حاجة نقطة مهمة. إن أنا لو طفل مريض قد يكون سبب حضوره للمدرسة اللي قد يؤدي إلى خطورة مع زمايله هو إنه خايف مثلا من العقاب،
او انه هو مش متوفر له، هو مش موضوع انه عقاب هو اكتر من موضوع سيستم دراسة. يعني انا دلوقتي لو مضطرة ان انا احضر والزامي عليا، ده بيدخل في اعمال السنة وبيدخل في درجة حيث التحصيل. حيث يعني الطفل كمان بيحتاج بالضبط درجة كده تحصيل معينة بالضبط وفقا لسنه من المدرسين، اذا كانوا اطفال او لغاية رابعة ابتدائي بيبقى الكونتاكت ما بينه وبين المدرس مباشرة مهم جدا، فده بالنسبة له بالضبط كده مختلف شوية عن ممكن اللي ياخد الدراسة عبر الانترنت مثلا او اونلاين او غيره. فالموضوع نسبي بحت، بس الموضوع هل متروك يعني ان كل واحد يشوف وفقا لظروفه هيبدا التعامل مع الاهل. مثلا الطفل ده عنده مرض او عنده مرض مزمن زي ما حضرتك بتقولي، مناعته ضعيفه، فمن حقه ان هو يقعد في البيت وفقا لقرارات وزاره الصحه، ولا هيكون الموضوع لا الزام النزول؟ يعني الزام النزول ما هو هي دي بقى الـ الـ يعني الـ الـ النقاط اللي احنا المفروض نتكلم فيها. المدارس لابد ان هم يكون لديهم كذا خطة بديلة. يعني التعليم اولا، التعليم من يعني من احد من اهم الحاجات اللي احنا لازم نهتم بيها في يعني في عموم الدولة. التعليم هو اساس كل حاجة، اساس الصحة، اساس التطور، اساس كل حاجة هو التعليم. فهل انا يعني يجب ان يستهان بي ان انا اقول لا خلاص مش عايزه اعلم الاولاد؟ لا لا، ما بالعكس، حدش بيقول كده خالص، بس هي الاساس الفكرة ان كل الناس خايفة. الاساس ان انا اوجد بدائل. يعني طبعا. احنا دلوقتي في ظروف خاصه، احنا مش في الظروف الاعتياديه اللي الاطفال او الكبار بيتعلموا فيها، سواء كان في مرحله الرياض الاطفال او في مرحله الابتدائي وهكذا. احنا في ظروف غير عاديه، يبقى احنا نوجد بدائل. اولا ان احنا قصه العقوبه ودرجات اعمال السنه والحاجات دي، يا ريت حتى لو القرار ما جاش من يعني من الدوله، المدارس يكون عندها بعض المرونه في التعامل مع المواقف اللي زي كده. مثلا يبقى في متاح ان الوسائل التعليميه تبقى توصل للاولاد، واظن ان وزاره التربيه والتعليم يعني مهتمه جدا بالقصه دي، والموقع بتاع وزاره التربيه والتعليم عليه يعني وسائط تعليمية كثيرة جدا. يبقى الطفل اللي يقول ان هو مريض ما يحاسبش على الغياب بتاعه، وإلا هو كده هيضر زمايله والمدرسين اللي موجودين في المدرسة. الحاجة الثالثة، يكون في توعية داخل المدرسة. توعية ايه؟ يعني الأطفال نحاول ان احنا مثلا زي ما كده سيادة الوزير عمل في الترم الأولاني، قسمهم على مجموعات لتقليل الكثافة داخل الفصول. فدي مثلا بغض النظر عن ان بعض المدارس استغلت ده، يعني بعض مش الكل طبعا استغل ده بشكل مش كويس، ان هم يعني بقت المدرسة شغالة مثلا 3 أيام وبقيت الأيام أجازة. ما كانش هو ده المفترض أو يعني المطلوب بتقسيم الطلاب إلى مجموعات. تقسيم الطلاب إلى مجموعات مقصود بيه ان مثلا لو انا الفصل عندي كثافته مثلا 60، يبقى انا هجيب 30 منهم 3 ايام و30 منهم 3 ايام. ده مثال اول، بحيث ان الفصل يبقى نص كثافه بتاعته فاسمح بالتباعد الاجتماعي. لو او ان انا هاخد مثلا مجموعه من السنين الدراسيه 3 ايام واوزعهم على فصول المدرسه كلها، بحيث ان انا اقلل الكثافه، ما يبقاش نفس الفصل كله مع بعضه في نفس اليوم، او وبقيه السنين الدراسيه او الدرجات الدراسيه تبقى في ال3 ايام مثلا التانيين، وبرضه يتوزعوا على فصول المدرسه كلها بحيث ان الكثافه بتاعتهم طيب خلينا نقف تقل. عند النقطة دي ونشوف إذا كان الموضوع ده اتطبق على أرض الواقع ولا لأ. من أستاذة فاطمة، هتقدر يعني تشرح لنا أكتر كأم، وهل الموضوع ده يا أستاذة فاطمة أما جربناه في السنة اللي فاتت حسيته إن هو فعلا جاب فايدة؟ هو تقسيم الأيام الأسبوع لكل مرحلة أو لفصول معينة ده طبعا قلل أعداد الطلاب جوه الفصل، بس خلينا نقول إن كمان كانت في أمهات بتتنادي برفع الغياب، لأن فعلا في أطفال تعبانين أو ممكن تواجدهم جوه المدرسة يكون منه مشاكل، لأنه هو قادر مش قادر يلتزم بالإجراءات الاحترازية خصوصا بس في سن فترة الأسرة تم فيها القصيرة. رفع الغياب، جينا في الاخر تم رفع الغياب، وفي مدارس كانت متعاونه ان الطفل اللي تعبان ومجرد ما بيجيب شهاده مرضيه او يثبت ان هو تعبان خلاص ما كانش. لا، في مدارس كان فيها مرونه في الموضوع دوت، خصوصا المدارس مثلا الحكوميه الرسميات لغات دي اللي اعدادها الاعداد فيها كتير. يمكن حتى مع تقسيم الايام، لا احنا كنا ممكن نلاقي في مدارس حكوميه اللي فيها فصولها تعادل الكثافه 120 كان الفصل فيه بيبقى فيه 40.
لان بس العدد كتير برضه، ما هو هيجيب منين؟ انت ما عندكيش فصول وما عندكيش مكان يستحمل الاعداد دي كلها، وخصوصا المدرسه كمان مع ان الفصل 120 بتعمل بنظام الفترتين. فكان ده اسلم تقسيم ان هو يبقى متواجد. بس المشكله ان كان المروح للمدرسه ما كانش الاستفاده والتعليم، ده لممارسه الانشطه. ازاي؟ يعني موضوع الفصل المقلوب دوت تم استغلاله بطريقه مش ظريفه، ما حدش قدر يستفيد منه، كانت شبه في اوقات كتيره وسيله ضغط على الطالب للدروس. كان في مدرسين كتيره ممكن ما يكونوش مصدقين ان ممكن يكون الطالب بيتفرج على القنوات التعليميه او يدخل منصات. حته ان انا ابني عايز ان المدرس هو اللي يشرح ده لسه. بس احنا الفترة اللي فاتت بدون قطع كلام حضرتك يعني لاحظنا المجهود الكبير اللي عملته وزارة التربية والتعليم للسيطرة على الدروس الخصوصية وعلى المراكز المتخصصة في الدروس الخصوصية، فمنين ده حصل ومنين في نفس الوقت كانوا بيضغطوا عليه؟ انت اديتني دلوقتي عندنا دروس مدرسية وعندنا مجموعات، دي صرحت بيه الوزارة خلاص. بس ما نقدرش نقول ان لسه السناتر مش شغالة، ما اتقفلتش في كل الجمهورية. دي لسه موجودة، وما فيش حد يقدر يمنع ان انا مدرس يدخل بيتي لو هدي درس برايفت، ما فيش قانون يمنعه. في نفس الوقت انا ابني محتاج مش بس شرح، يعني فعلا الوزارة في وقت قياسي وفرت منصات وفرت قنوات تلفزيونية، بس تناست ان كل طفل وامكانياته. انا ابني جايز يقدر يقعد يتفرج على التلفزيون، جايز يتفرج عليه وهو نايم، وده طبعا غلط، بقى في استسهال للمادة. بس في جزئية ان انا ابني محتاج يتعامل مع المدرس، ان هو يحل معاه، يطبق اللي اتشرح معاه، ده ما كانش متوفر في المدرسه. يعني كان السنه دي على قد ما احنا قلنا عام عوده المدارس، لا كان في استهتار من كلا الاطراف. يعني المدرس كان حاسس بخوفه انه يتصاب او خلي بال حضرتك مش قادر يطبق الفصل المقلوب. كل تجربه بتبدا من الاول كلها سلبيات وايجابيات، وفي مثلا احنا الاول مره بيجرب تجربة التعليم عن بعد، فده طبعا لازم هنلاقي له سلبيات. وفي نفس الوقت انا لما اقول لك مثلا هنا في كان مش سلبيه، مواطن ضعف، انا مش بهاجمك، انا بقول لك التجربه عشان تنجح فيما بعد. يعني انا لما اقول ان ابني مش قادر يتواصل مع شاشه التلفزيون او شاشه الانترنت، محتاج مدرس، انت وفرت كوزاره وفرت لي دروس مدرسيه، بس وفرتها لي امتى؟ متاخر، عقبال ما صدرت القرارات المنظمه للمجموعات المدرسيه او الدروس صدرت متاخر، ما كملناش شهر وشويه وكانت الدراسه خلاص وقفت استكمالي من المنصات او التلفزيون. غير ان اصلا القنوات اللي بتبث للمدارس الاجنبيه او المنهج المترجم اتبثت متاخر، وده كان سبب عامل ان الام تبقى في توتر، هي مش عارفه المنهج باللغه الانجليزيه او الفرنسيه هتكمل مع ابنها ازاي. فده كان خلاها برضو في وقت من الاوقات ان هي ممكن تكون عرضه ان هي تدور على سنتر او مدرسين يشرحوا المنهج. بس اعتقد ان المشاكل دي كلها يعني خلاص دلوقتي لو دخلنا على الترم الجديد مش هتكون موجوده، خلاص بقى في سيستم وبقى في قنوات متخصصه في التعليم، اذا كان للغات او اذا كان التعليم الفني او التعليم الحكومي، فالموضوع ده دلوقتي اصبح اكثر مرونه. قابليه الطفل يحكم، الظروف الماديه لكل اسره برضو لها عليها عامل، ثقافه كل اسره، خصوصا ان احنا المجتمع ما هوش على نفس الطبقه الاجتماعيه واحده، احنا في تفاوت. قله الوعي ممكن تبقى مشكله، في نفس الوقت حتى لو موجود المنصات دي، الوزارة عارفة قيمة المعلم كويس قوي في وقت من الأوقات أو في استكمال المنهج، فعشان كده شرعت لي الدروس والمجموعات. فاللي هو حتى لو موجودة، لا أنا محتاجة التواصل بين الطالب وبين المعلم، ده مش هتغني عنه كل الحاجات دي. ممكن تعوضها حصص مصر، لأن هي يعني اللي أعرفه إن هي لسه بس تجريبي، ممكن تعوضها شوية للثانوية العامة، بس مع السن الصغير زي ما قلنا المنظومة بالذات الجديدة ومن رابعة لحد ثالثة إعدادي، لا محتاج المعلم مش عشان بس الشرح، لا عشان يفهمه. مفيش اصل سؤال بيجي دايركت كده زي ما هو موجود في الكتاب، ده لازم قياس مستوى الذكاء، لازم يكون لافف. ايه ازاي انا هعرف اعلمه لابني؟ لا انا مش مؤهله للموضوع دوت. حتى لو بشجعه للقنوات للمنصات او للاستذكار او يروح المدرسه، لا محتاجه مدرس مؤهل للموضوع ده هو اللي يمشي معايا. طب خلينا دكتور محمد، عايزه ارد من حضرتك كخبير تربوي، حضرتك سمعت كلام دكتوره مي واستاذه فاطمه، في تطبيق التجربه قابلنا مشاكل تمام، وما زالت المشاكل موجوده، المشاكل دي ما انتهتش تمام. طيب السيناريو المتوقع اللي كلنا عارفينه ان وزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي قال ان لا تراجع عن الامتحانات ولا تراجع عن الدراسه تمام، والكلام متروك لوزاره الصحه تمام.
طيب ازاي نحقق بقى المعادله الصعبه؟ اننا ننفذ كلام وزاره الصحه وننفذ المخطط الاستراتيجي اللي عاملاه وزاره التربيه والتعليم، بس في نفس الوقت نامن ان الطالب ياخد تحصيل دراسي كافي، وان الام تكون او الاب يكونوا مرتاحين ان ما فيش اي لود عليهم، ان ده نوع من الضغط للدروس الخصوصيه او غيرها. تمام. مع وجود كثافه في المدارس الحكوميه. هي الموضوع متشعب كتير قوي. تعالي ناخده حضرتك حته حته كده ونقسمه. واحد، لو احنا قلنا الرجوع تاني للدراسه هيؤدي الى ايه؟ تمام، زي ما ذكرت الدكتوره مي وزي ما ذكرت الاستاذه فاطمه، ان ممكن يكون ولد ممكن يكون عنده مناعته ضعيفة أو حاجة زي كده، لا في حاجة كمان إن ممكن إن هو يلقط الفيروس ويبقى حد موجود عنده من كبار السن موجودين في البيت، تمام؟ فده كان عامل من العوامل اللي بعض الأهالي ما كانتش بتبعت أولادها للمدارس. فأصبحت المدرسة كانت مشكلة لبعض الناس إنها مش قادرة تروح عشان كده، لأنه خايف على اللي موجودين في البيت، لأن كان في العدد اللي كان موجود أيا كان، حتى لما كان العدد 14 و15 واحد في الكلاس برضو كان ممكن يبقى في حالات الإصابات كانت موجودة بالفعل في الترم الأول، مش هنقدر إن احنا نخبيها. إذن وجود المدرسة أو وجود الطالب في المدرسة ده ممكن ينقل العدوى تحت أي بند من البنود اللي احنا مش هنقدر ان احنا نخرج عنها. طيب نرجع الولاد ولا ما نرجعهمش؟ الامتحان في البيت ده مرفوض، ده مرفوض، ما فيش حد يعني، احنا كلنا شفنا بعينينا اتفرجنا، يعني يبقوا قاعدين في البيت، واخد بال حضرتك، في ناس احنا هتمتحن بحق وحقيقي، وفي ناس مش هتمتحن، في ناس هتعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هي حاجه واحده بس، تمام، انها مستنيه حد يغششها او حاجه زي كده علشان تخش تمتحن. فاصبح الكلام مش مظبوط. طيب هيخش يدرس ولا مش هيخش يدرس؟ هنا بقى هتيجي القصه، ان احنا في حاله طارئه، اللي احنا فيه ده حاله طارئه. ازاي؟ التعليم مهم جدا وما ينفعش ان احنا نتغاضى عنه تحت اي بند من البنود، وما ينفعش ان اقول ان هقفل المدارس. اذا هيصبح اذا قدرنا ان احنا نفضل ماشيين زي الترم الاول على اساس ان احنا مقسمين الكلاس وعدد قليل موجود، وقدرنا ان احنا موجودين، اللي يحضر يحضر واللي مش هيحضر يبقى خلاص هو اللي واخد الريسك وقاعد في البيت، بس هيتعلم من خلال الفليبد كلاسز او اللي هو اصبح عنده جزء اونلاين موجود، جزء عنده اونلاين فهو بيتعلم منه، وهو اللي هيشيل بقى الريسك بان هو هيتعلم في البيت طالما هو مش نازل. ده يتوقف على قرار وزاره التربيه والتعليم برفع الغياب. ما هو حضرتك الوزاره مش ضدنا. ما ينفعش الوزاره تبقى ضد اولياء الامور وضد المدارس، ما ينفعش. بمعنى ايه؟ كلمة أرفع الغياب، ما هو الوزارة اللي أنا قلته لحضرتك ده حاجة إحنا شفناها بالفعل في الترم الأول، إن في ولاد روحت البيت شايلة فيروس، الفيروس ده أثر على ناس عندها موجودة في البيت ضعاف. ده حقيقي. فأدى إلى كوارث، يعني دي اتشافت واتعرفت ومعروفة، ومش أنا اللي هقدر أحكمها، ده ممكن يبقى في إحصائيات كتيرة موجودة في القطاعات الطبية هي اللي تقول لنا عليها. إذن هو مش بإيديا، أو يعني الوزارة ما أعتقدش إنها هتبقى أجريسيف أو هتبقى بالقوة إنها تاخد إيه، لا اللي مش هيجي إحنا هنعمل فيه كذا، لا ما أعتقدش. بس في نقطة برضو يا دكتور، يعني مثلا حضرتك عارف إن معظم المدارس على الأقل المدارس اللغات معتمدة على نظام الكويس، كل أسبوع بتعمل اختبار أو نوع من التدريب، ده بيعتمد على وجود الطالب في المدرسة. تمام. طيب أما الموضوع يترك للحرية إن الطالب يروح أو لا وفقا لصحته أو لحالته أو لأهله. تمام. كمان ده هيبقى عندنا هنا مشكلة، إزاي هيطبقوا النظام الدراسي المتبع بقاله سنين طويله، التدريبات المستمره اللي بتتعمل وعلى اساسها بيتم التقييم. تمام. وازاي في نفس الوقت ان هو هنحافظ عليه ان هو لو عنده مشكله في اهله او في مناعته ان احنا نقعده في البيت ونقول له ان احنا هنتواصل معاك اونلاين علشان حفاظا عليك وعلى اسرتك. مبدئيا هي معظم المدارس حطت الكويزات بتاعتها اونلاين. يعني حطتها على منصات او على جوجل فورم. هرد على حضرتك، حضرتك بتقول ان احنا وجدنا ايوه بالتجربه. تمام. لما أنا جم عملوا الامتحانات اونلاين. تمام. ان ده ما ينفعش. كويس. طب انا برضو نفس الكلام هقول لك، طب ما الكويز اونلاين برضو ممكن تقول لي ده هيغششوه فيه، يبقى ما ينفعش. كويس. طب يبقى احنا حضرتك ما لا يدرك كله لا يدرك كله، واخد بال حضرتك؟ بس هو ده القص. انا عندي نوع من الطلبه حوالي 25 30% من الطلبه دول داخلين يذاكروا، دول عايزين يتعلموا بجد، انا مش هسيب دول، مش هسيب الكاتيجوري اللي عايزه تتعلم دي بجد وعنده ظرف ومش قادر يروح المدرسه، انا مش هسيب دول.
قد يكون في 70% من الناس مش عايز تتعلم خلاص. اوكي احنا بس احنا مش هنقدر نقول ان احنا مش هنعلمهم هو عايز يدور على اي سبب، عايز يدور على اي حاجه يغش بيها. طب انا هسيب اللي عايز يتعلم واللي عايز يبني بلده واخد ده في يوم من الايام ده هو اللي هيفيدني في بلدي واخد بال حضرتك؟ طيب ما نقولش بقى دلوقتي مثلا ممكن نتكلم على نقطه ثانيه ودي برده تعتبر مهمه، ان توجه وزاره التربيه والتعليم لنظام التعليم دلوقتي عن طريق التعليم عن بعد او التابلت. تمام. والتجربه بدات تطبق لغايه دلوقتي هتطلع للثانويه العامه. تمام موجوده بالظبط السنه دي ثالثه ثانوي بالظبط. يعني الفكر دلوقتي ان احنا هنستخدم او هنتعامل مع بعض عن بعد. تمام تمام. طيب ليه ما نقولش مثلا ان الفئه دي كده بالشكل ده مؤمنه ان هي ممكن تاخد الدراسه من البيت طالما ان هي بتتعلم عن بعد؟ انا مع حضرتك في ظل الظروف الطارئه، ولكن زي ما قالت الاستاذه فاطمه وزي ما كل خبراء التعليم في العالم بيقولوا لا غنى عن المدرس فيس تو فيس، لا غنى عنه. ولكن احنا في ظروف دلوقتي، فالظروف اللي ما احنا موجودين فيها دلوقتي خلاص احنا ده اللي احنا قدامنا، اللي قدامنا ان احنا نعمل ايه؟ نتعامل مع الموقف لان دي ظروف طارئه، ان احنا ما ينفعش نلغي دور التعليم. انا عايز اقول لحضرتك ان شاء الله بعد ما الازمه دي تعدي التعليم عن بعد ده او الاونلاين ليرنينج ده هيبقى فيه طفرات ما حصلتش، لانه هيبقى ماشي سايد باي سايد كده، هما الاثنين جنب مع جنب مع التعليم، ان هو المدرس واقف جوه الفصل بتاعه وبيشرح وفي الاخر خالص بيروح الطالب بيديله شويه معلومات زياده اونلاين هيزوده لاقصى درجه. احنا دلوقتي رافضين الفكره شويه، في حين مش رافضينها، احنا غير مؤهلين ليها لسه طلبه. انا عايز اقول لحضرتك ده احنا لما بنبص في اي بيت، تعالي حضرتك كده في طفل عنده 3 سنين او 4 سنين ويمسك موبايل، حضرتك بيعمل حاجات بالموبايل مش ممكن يعني احنا نعرف نعملها. يا دكتور بس يا دكتور عشان الموضوع بيتوقف على المناهج. انا طريقه التدريس عندي لما تكون قايمه على الحفظ. تمام. ها والله لو جبت لي جهاز ايه انا خلاص الطريقه عندي ان انا هحفظ وهروح الامتحان احط اللي انا حفظته وخلاص، لكن لما يكون الموضوع تحول زي بعض المناهج الاجنبيه لنظام فيه نوع من التفكير والابداع ما عنديش قلق خالص، ده قاعد في البيت قاعد في المدرسه انا عارف ومتاكد ان ده هيجاوب وفقا لتفكيره وابداعه، انه ما حدش هيقدر يتدخل في تفكيره. انا باكد مع حضرتك اللي انت بتقوليه، وده بالفعل ده اللي حصل في الفتره اللي فاتت للطلبه اللي عايزه تذاكر. اللي حصل ايه؟ تمام. حضرتك اللي بيقدم محاضره اونلاين هيعمل فيديو اونلاين بيعمله قد ايه؟ مدته قد ايه؟ حوالي 15 دقيقة. اللي قاعد شاف المدرس اللي عمل ال 15 دقيقة دي عملها في قد ايه؟ ما لا يقل عن 5 6 7 ساعات. أنا بكلم حضرتك عن تجربة. يبقى أنا قعدت 5 6 ساعات عايز أقدم للطالب ده المعلومة في 10 12 دقيقة، اللي كان ممكن أقدمها له جوه الفصل مش حوالي مثلا نص ساعة ساعة إلا ربع. أنا اديتها له في 12 دقيقة. اديتها له بشكل حلو. فيها تنوع. ازاي هيحفظ؟ هما بقوا 12 دقيقه هيحفظ ايه؟ ده انا بجيبه من اليمين وبجيبه من الشمال وعمال اقدم له المعلومه في حاجه كده ساندوتشز كده صغير فهو بيتفرج عليها، فده هيؤدي ان هو في الاخر خالص بدا يفكر بدا يفهم. لما هيبدا يقرا سؤال لا هتلاقي فيه تطور رهيب. التطور ده اكيد احنا دلوقتي احنا بنهاجم التعليم اونلاين، او في بعض الناس بتهاجم التعليم اونلاين مع انه الملاذ الوحيد اللي موجود دلوقتي اللي العالم كله بيلجا له. طب انا ههاجمه ليه اذا كان هو الملاذ الوحيد ليا؟ تمام. لا هتتفرجي حضرتك او احنا بالفعل شفنا ناس لا متطوره لاقصى درجه بدات تفكر، بدات المعلومه الصغيره اللي في 12 دقيقه دي بدا يبحث ويشوف. فانا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا ممكن نعتبرها ان هي حاجه مش كويسه او حاجه مخيفه او وات ايفر. لا لا طب خلينا نقف عند الحته دي. طيب استاذه فاطمه حضرتك سمعتي طبعا كلام دكتور محمد وهو بيتكلم على حته التطور الحاصل وان ده اسلوب جديد التعامل عن طريق التكنولوجيا وان ده اثبت نجاحه على مستوى بلاد كتير في العالم، وبالتالي احنا برضو كتجربه من المنتظر ان احنا في الفتره اللي جايه هنلاقي ان فيها نوع من الابداع لتوصيل المعلومه. شايفه حضرتك الموضوع ده ينفع في كل سن من مدارس يعني مثلا من الابتدائي لثانوي، ولا كفايه علينا في الفتره من اولى وثانيه وثالثه ثانوي؟ هو خليني اقول لحضرتك ان النوع ده كان مطبق، اللي بيحاول ياخد كورسات مثلا معتمده بره كان النوع في التعليم ده موجود. يعني اللي عايز يتعلم وبيدور على المعلومه وبيدور على شهاده وبيدور على حاجه التعليم ده كان موجود وهو بيحاول يذاكر بالطريقه دي ويمتحن بالطريقه ديت. بس خلينا نقول في منظومه الصفوف الاولى اساسا تعتمد على التفاعل بين المدرس والطالب جوه الفصل. هي هو المنهج معمول لكده، انت بتنشئ طالب عايز يفكر عايز يبتكر عايز يبدا في المحيط بتاع الفصل.
غير ان عندك من رابعه المنظومه القديمه من رابعه لثالثه اعدادي هو لسه مذبذب، لا طايل دي ولا طايل دي. ففي نفس الوقت احنا قاعدين نعلمه، احنا قاعدين نوصل له المعلومه. حاول تبتدي تشق طريقك في الموضوع دوت. يعني الطالب اللي في رابعه ابتدائي لما بتعرض عليه الموضوع ده الاول وجديد لانه لسه خارج لسه بيبتدي تعليم، قادر يستوعب ان هو على الاقل ابسط وسائل او مصادر التعلم هو التلفزيون. قادر يقعد شويه بس فيها كسل. اللي في اولى اعدادي مش مستوعب، لا انا متعود على الدروس، متعود على المدرسه، متعود على الصحاب، مش قادر يستوعبها. عندك اولى ثانوي وثالثه ثانوي يعتبر هم اللي علموا نفسهم بنفسهم، لان ما كانش عندنا لسه مدرسين اتدربوا على الموضوع دوت، ولا طريقه صياغه الاسئله ولا الفهم ولا الكلام ده كله، لدرجه ان حتى النماذج الاسترشاديه اللي بيطلبوها ثالثه ثانوي لسه ما نزلت لهمش. فده ازاي؟ طب انت استنى بقى يا دكتور محمد، شفت بقى الكلام؟ يعني بص بقى عشان ايه بنتكلم، دي ام بتتكلم ايه بلسان حال كل الامهات. انا عايزه احنا الكلام ده هنفتكره مش السنه دي، كمان كذا سنه. هو اللي بيحصل في الوزاره نقله نوعيه هنعترف بيها، مش هنحسها دلوقتي، هنحسها بعدين. وهنقول الله يمسيك بالخير يا دكتور طارق، خليني صدقيني هقولها. بس امتى؟ لما ثقافه اقل طبقه عندي في المجتمع تتقبل الموضوع. طول ما في ثقافه او امكانيات مش واصله لي الموضوع دوت انا ههاجم. هقول فين مجانيه التعليم؟ انت كده حطيتهولي للي قادر. انما صح. لما يوصل لي انا ما عنديش شبكات نت لحد دلوقتي، اماكن في القاهره ما فيهاش شبكات نت، ازاي الطالب هيتعلم اونلاين؟ ازاي الطالب هيقدر يدخل على منصات؟ ظروف الأسرة المصرية في ظل الجائحة دي تقلصت إمكانياتها للنص. إزاي هيقدر يجيب تليفونات وتابلتات لكل أفراد البيت؟ أو إزاي هيعمل باقات إنترنت كبيرة؟ كان المفروض الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات لعمل باقات للطالب. دي كل دي حاجات الوزارة أكيد بتسعى لها وبتفكر فيها. في اتفاقات على كده؟ هو في اتفاقات وفي شريحة الطالب، بس الطالب ما بيدخلش من الشريحة، بيخليها وقت الامتحان بس. انما اول حتى التابلت يستخدمه ويكون في البيت، انما بيدخل من تليفون مامته باباه. في اسر ما فيهاش تليفونات خصوصا في محافظات، في بيوت ما فيهاش كمبيوتر. لا احنا في بيوت ما فيهاش تلفزيون، مش هنضحك على نفسينا. يبقى عشان يعني هي الوزاره اكيد مستوعبه ان في ثقافه الشعب لسه مش واصله لها الموضوع دوت، امكانيات الشعب برضه مش واصله الموضوع ده، بس التعليم الهجين لا مفر منه. يعني بجانب المدارس لازم يبقى حتى لو مش هعتمد عليه اعتماد كلي، هيبقى كعامل مساعد فيما بعد. طب يا دكتور محمد معلش استحملني شويه. يا دكتور محمد حضرتك اكيد تابعت بعض اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا بيتسألوا هل تطور التعليم في وجهه نظر الوزاره محصور في التابلت؟ طب زي ما استاذه فاطمه قالت مش كل الاهالي عندها الامكانيه، هل الموضوع كده التعليم هيكون اللي معاه يتعلم واللي ما معهوش ما يتعلمش؟ لا استناني بقى عشان في نقطه ثانيه مهمه. في نقطه ثانيه مهمه قوي. تمام. المدرس حضرتك بقى قلت كلمه هنا، قلت لي ايه؟ ان لما بداوا يعملوا البرامج ممكن مثلا 7-8 ساعات قعد وابدع لغايه لما طلع برنامج 15 دقيقه. تمام. طب معنى كده ان انا هعتمد على من مثلا مليون مدرس، هعتمد على 10-15 اللي هيبدعوا لي وهينزلوا لي على التلفزيون، والباقي كلهم هجنبهم ويبقى ملهوش اي لازمه؟ انا ما اتكلمتش عن التلفزيون. لا ما في نقطه بقى، انا دلوقتي لما ينزل لي برنامج اونلاين، البرنامج ده برنامج واحد، لكن انا في الفصول عندي مثلا 10-15 مدرس في المدرسه. انا كنت بكلم حضرتك من خلال اللي المدارس عملته. طيب المدارس عملته عشان تواجه ما هي المدارس برضو لما عملت وحدت، بمعنى ايه؟ مثلا في مدرس عشان الامكانيات مش هتدي لكل مدرس تقول له اعمل لي برنامج ونزل لي البرنامج ده عشان الطلبه يتابعوه. اذا احنا همشنا بعض المدرسين وشغلنا بعض المدرسين، وده عمل مشكله. انتوا قفلتوا السنترز علشان الناس تاخدش دروس خصوصيه، تمام؟ في ناس كانت معتمده على انها بتدرس فقط في السنترز لانها مش معينه، كان في بيوت مفتوحه والبيوت دي دلوقتي مقفوله. تمام. هنحل بقى المشكله دي ازاي في ظل ان في وجود ناس كانت داخله بعقد مؤقت، وحضرتك عارف المشكله الكبيره اللي عاملينها ال 120 الف مدرس وال 35 او 36 الف مدرس اللي دخلوا وما لحقوش يشتغلوا غير شهر او شهرين، وفوجئوا ان ما اشتغلوش تاني، وكانوا عاملين حسابهم ان ده هيفتح لهم ابواب من الرزق. تمام. ازاي بقى انا همشي بخطه وزاره بتقول ان انا همشي بنظام التعليم عن بعد، وفي نفس الوقت انا عندي ماساه ان في بيوت مش عارفه تعيش من المدرسين لان دول قاعدين في البيت؟ طيب انا هاخد حته واحده بس كده، ابدا بحاجه على الاول. حضرتك جاي لك 100 شخص مره واحده بدون ما حضرتك تاخدي بالك،
ودخلوا عليك البيت وقالوا لك احنا جعانين عايزين ناكل، قرايب 100 شخص، ده اللي حصل. غير لما حضرتك تعملي حفله ل 100 شخص يجوا لك، فحضرتك عملتي اعداد لل 100 شخص وعامله حسابك ومستنيه. ابتداء من مارس 2020 لحد هنقول سبتمبر 2020، دي كانت بالظبط كده 100 شخص دخلوا علينا البيت وعايزين ياكلوا، بيقولوا لنا احنا جعانين وعايزين ناكلوا. ده اللي حصل. بدأنا نعمل ايه؟ كل واحد موجود في المنظومة التعليمية بدأ يعمل الآتي، بدأ يطور نفسه. مدرس موجود بدأ يطور نفسه، مدير مدرسة، منظومة تعليمية كاملة، وزارة بتطور نفسها. ما كناش مستعدين لكل ده، احنا ما كناش، احنا كنا بنتكلم على تطوير التعليم وعلى تكنولوجيا التعليم، بس احنا ما كناش عاملين حسابنا ان احنا all of the sudden كده في مرة واحدة كده هنبص نلاقي نفسنا كل ده احنا عايزينه. بقى المدرس عايز، اللي ما يعرفش كمبيوتر بقى عايز يتعلم كمبيوتر، واللي ما يعرفش باوربوينت بريزنتيشن بقى عايز يتعلم الباوربوينت، وبقى عايز يحط الدرس. كل ده في خلال 4-5-6 اشهر كان المفترض منه ان يعمل كل ده. حصل تطور شفناه بعينينا. لكم مدرس يا فندم؟ نفس سؤالي. اللي عايز يشتغل. لكم مدرس؟ اللي عايز. كل الناس عايز تفتح بيوتها. لا لا، انا مش بتكلم، انا بقول لحضرتك الاول انا عايز اخدم المنظومه التعليميه. اللي عايز يطور نفسه اشتغل، قعد بالساعات يتعلم، قعد وراح هنا وكل الناس كانت بتساعد بعضها. يعني بمعنى واحد ينزل بوست كده من الجروبات اللي ما بينهم، احنا عايزين نعمل كذا كذا، تلاقي 100,000 واحد بيدله. طيب الناس اللي بتشتغل في سنتر اور وات ايفر بقى، ده اللي اتضر، اللي حضرتك بتتكلمي عليه اتضر. اوكي اه، ما هو اتضر، ما هو المشكله ان هو ما فيش مدرسه وما فيش سنتر. ما هو احنا ما هي المدرسه ما اتقفلتش عشان السنتر يتفتح، عشان يروحوا يقعدوا مع بعض في السنتر. ان احنا اصلا هو كان مقفول ليه؟ لا حضرتك ما فهمتش انا اقصد ايه. انا اقصد اقول ان فكره التعليم عن بعد فكره بتخلي الاعتماد على البعض مش على الكل. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، احنا هديك مثال اخر بعيد خالص عن التعليم. تمام. انا دلوقتي لو عندي مصنع والمصنع تمام. ده بشغل فيه ايادي عامله، الايادي العامله دي بتفتح بيوت. تمام. ما انا ممكن اطور المصنع ده ويبقى فكري بقى فكر عبقري ومتطور ومعتمد على التكنولوجيا الحديثه وعلى الانسان الالي، والمصنع ما فيش فيه عمال خالص وبيطلع لي انتاج مبهر، لكن انا قعدت ناس كتير في البيت مش لاقيين تشتغل ومش لاقي تاكل. هو حضرتك نفسك ناويه تقفلي تخلي التعليم كله اونلاين؟ الاتجاه الجديد للوزاره ان دلوقتي نسبه الاعتماد الاكبر على التعليم اونلاين، وبناخدها بصوره تدريجيه. ما احنا اتفقنا هنحل بقى المشكله دي ازاي، ان احنا نسبه نجاحنا في التقدم التكنولوجي بس في نفس الوقت نفتح بيوت الناس. طب هو سؤال، هو احنا هنخالف العالم كله في التدريس؟ لا، العالم كله ما بيعملش كده. ما بيعملش ايه؟ العالم كله بيعتمد على الجزئين، يعني بيعتمد على جزء من التواصل اونلاين، لكن وجود المدرس لا غنى عنه. بالظبط كده، ما هو ده اللي احنا بنقوله. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا موجودين في حاله طارئه، هي دي اللي احنا بنحاول نحل لها المشكله بالتعليم اونلاين. لكن التعليم اونلاين بعد كده هيبقى عامل مساعد، وليس احنا دلوقتي ما قدمناش غيره. هو دي الحاجه الوحيده اللي موجوده فاللي احنا بنشتغل عليها. انما ان شاء الله في اقرب وقت احنا هنرجع لطبيعتنا، وهيبقى المدرس موجود اللي لا غنى عنه، التدريس من غيره ما ينفعش اصلا، وبعدين التعليم بقى اونلاين ده يساعده ويخليه يبدع. لحين العوده لحضرتك يا دكتور مي، عايز اعرف من استاذه فاطمه حضرتك السيناريو اللي انت شايفاه مرضي كولي امر في الفتره اللي جايه يكون ايه؟ في الامتحانات ولا في الدراسه؟ في الاثنين، يعني ايه السيناريو اللي شايفاه انه ممكن يكون بالنسبه لك مرضي كأم في نظام الامتحانات اللي هيحصل، لان خلاص الوزاره قالت وفقا للتصريحات ان لا تراجع عن وجود الامتحانات. انا الامتحانات دي دفعت فيها دروس، فلوس، دفعت فيها اعصابي، دفعت فيها حرق الدم، غير ان مفروض ان طول ما الطالب مش شايف طريقه تقييم او اسلوب لتقييم ما تم دراسته هيفضل متساهل في الدراسه. ده لمصلحه ابني ان لازم يكون في تقييم، خصوصا ان انا ما عنديش درجات ترم اولاني، عشان لو حصلت لا قدر الله موجه ثالثه واتقفلت الدراسه واعتمدنا على الاونلاين ان او ما فيش امتحانات ان يقدر يعدي السنه. ما فيش باسره هتقدر تتحمل سواء في مدارس حكوميه او مدارس خاصه ان تدفع المصاريف السنه الجايه وابنها في نفس العام الدراسي. بس عايزه اقول برضو معلومه لبعض الناس اللي ممكن تكون مش عارفه، ان الشهاده البريطانيه تم الغاء اوكسفورد وايريك امتحانات دور يونيو القادم وفقا لقرار البريتش كونسل، فده يعني الشهادات الدوليه في جزء منها بالفعل خد قرار اخر. احنا دلوقتي احنا قلنا الخطه خلاص دخلت من الوزاره للجنه. في ظل الظروف الرهنه وفي ظل الخطط اللي وضعها الوزاره لاجتياز مثلا الامتحانات لاجتياز الترم الثاني، لو رئاسه الدوله شافت ان الموضوع هيبقى فيه خطوره، هل في الوقت ده مش هتتدخل؟
هو أول مرة بيتهيألي مرة واتنين الرئيس اتدخل في الموضوع ده لحماية الطلاب. أكيد لو في حاجة هتشكل خطورة لازم الوزارة تكون في طرق تانية للتقييم. سنوات النقل أنا بالنسبة لي مش مشكلة، لو نجح على درجات النجاح كده كده هينقل للصف الثاني. الوزارة لازم تأمن عندها امتحانات تالتة إعدادي تالتة ثانوي. يعني السنة اللي فاتت كان اللي كان لازم يتأمن تالتة ثانوي، إنما لا إحنا لسه في شهادة تانية ما تمش تأمينها أو ما تمش امتحانها، فدي بتشكل عائق. يعني ممكن امتحانات السنوات النقل زي أيام الدراسة كده كان يومين لكل مرحلة هيتم الامتحانات وفي ظل كثافة معينة والدنيا هتبقى تمام، إنما لسه عندنا امتحانات الشهادات الإعدادية التعليم الصناعي بكل انواعه. عشان كده الشهادات الاعداديه مهمه جدا لان هي اللي بتحدد مسار الطالب بعد كده. فاكيد لو في ظروف هتمنع ان النقل ينزل اكيد الشهادات لازم تنزل. فاكيد في خطط محطوطه على اساس الموضوع دوت. بس انا كأم انا كل اللي يهمني لو هتنزلي اولادي الامتحان ما تخيرنيش انزله ولا ما انزلش، طالما في امتحان امن لي اللجان عقمها لي انا وبالتباعد بين المقعد والمقعد، لان احنا السنه اللي فاتت شفنا اول يومين في الثانويه العامه كان في مش نوع من الاستهتار، ما كانش متطبق نظام تعقيم للجان او وده يمكن اتنشر كتير على صفحات السوشيال ميديا، والوزاره طبعا كانت ابتدت بقى تعمل غرفه عمليات لتتابع الموضوع دوت. اهم حاجه ان انا تامني لي نزول ابني، امنتي نزول ابني انا ما عنديش مشكله، انا لا انا احنا درسنا وخدنا دروس راجعنا. يعني حته ان حد يتقال ان الامهات عامله هاشتاج مش عايزه امتحانات، لا انا عايزه امتحانات بس على حسب الظروف اللي موجوده، على حسب الامكانيات اللي كانت متاحه ليا لاستكمال العام الدراسي او لاستكمال امتحانات الترم الاولاني، لان انا الدراسه وقفت في مده معينه ما كانش فيه شرح في المدارس، كان الشرح كله من المنصات او القنوات التعليميه، الدروس وقفت في وقت معين، كان انا مهيئه لخوض التجربه دي ولا لا؟ انا بطالب بتقييم عادل، دي ابسط حقوقي. طبعا طيب دكتور كملي اتفضلي. في نفس الوقت احنا دايما بنلاقي الام بتهاجم ان هي لا قاعده على النت ومش شايفه ان وسايبه الولاد في النوادي والكلام ده كله، ومنظومه الصفوف الاولى المحتوى بتاعها التعليمي موجود على المنصات. طب هي احنا اعترفنا من الاول ان منظومه الصفوف الاولى محتاجه تواجد الطالب مع المعلم في الفصل، انت ليه بتلوم عليا دلوقتي؟ يعني حتى لو هوصله المعلومه مش هوصلها له زي ما بيكون مدرس اتدرب على المنظومه ديت. طبعا. طب دكتور محمد حضرتك اكيد متابع يعني تصريحات وزاره الصحه اللي قالت ان شهر ديسمبر ويناير كان فيهم الذروه للموجه الثانيه، وان احتمال على ابريل القادم في وجود شهر رمضان ان الموضوع يرجع يتفاقم ثاني نتيجه العادات والتقاليد العزومات والخروجات والكلام ده. طب ما احنا دلوقتي هنبدا الترم 20 فبراير تقريبا. طيب نبدا 20 فبراير نبدا نخش في موجه الامتحانات، هيبقى عندنا بعد كده شهر وبعد كده جه رمضان، جات الدنيا قلبت تمام، هنعمل ايه؟ وبعد رمضان هيكون في العيد وبعد العيد امتحانات اخر السنه، هل في امكانيه لتقليل المناهج بحيث ان احنا نقدر نوايم الامور ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ والله اللي حضرتك بتقولي عليه ده يعني مشكله كبيره تمام، بس انا كنت عايز اقول حاجه بس الاول بالنسبه لاوكسفورد والايدكسل اللي هم لغوا الامتحان. هو لغوا الامتحان من عندهم لكن التقييم ما لغاش والسنه ما اتلغتش. لا 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 لغوا الامتحان الحضوري فقط بالظبط كده، لكن الموضوع متوقف دلوقتي عن التقييم ما بين الطالب والمدرسه اونلاين، بيبداوا يجمعوا كل الايفيدنس بتاعتهم ويبداوا ان هم ياخدوا التقييم عن طريق الحضور اونلاين وعن طريق الايفيدنس اللي بتتقدم اونلاين بالزبط. لكن ما اتلغاش التقييم ككل، لغوا الامتحان الحضوري بالزبط. اللي احنا عاملين الحلقه دي عشانه الامتحان الحضوري. ايوه احنا دلوقتي لو احنا دلوقتي دخلنا الترم الثاني عندي مشكله سمعت اولياء الامور بتتكلم عليها في اواخر الترم الاول اولا يعني. ايه اللي كانوا بيقولوه؟ كانوا بيقولوا حضرتك، ودي جمله كانت بتتقال، احنا لو وصلنا، انا اسف ان هقول الكلام ده اسف، لو وصلنا اننا بقينا مضطرين ان نخش امتحان انا لو ابني عنده فيروس انا هنزله بالظبط. وده اتعمل يعني فيه استفتاء على الجروبات كلها وكل الامهات قالت هننزل بالظبط، وده كانت الدوله بتهيألي لحظه الموضوع ده عشان كده منعت الامتحان. انا مش عارفه حاجه غريبه جدا، انت هتضر نفسك وهتضر غيرك. هم معاهم حق يعني ايه؟ طب هم معاهم حق ولا مش معاهم حق؟ طب نديهم ايه؟ يعني اقول ايه؟ هو المفترض ينزل ابنه
وهو عيان، ولا مفترض ان ابنه يعيد السنه ولا يعيد الترم ويتظلم عشان حاجه هو يعني ترجع لارادته بالظبط. فدي مشكله كبيره جدا لازم تتاخد في الحسبان، مش انا ما ينفعش انا اللي اقول القرار بتاعتها. لازم القرار ده يكون فيه ناس عارفه الدنيا شكلها ايه والفيروس منتشر ازاي عشان تقدر تاخد القرار. دي مشكله والله، مشكله ولسه كبيره ولسه موجوده. انت ما تقدرش تقول ان في بيوت لحد دلوقتي فيها عزل منزلي والطالب ممكن يكون متصاب او حامل للفيروس وهينزل امتحانات يوم 20. اسالي كده يعني احنا كل واحد فينا في النطاق بتاعنا تمام في كام عيله من العائلات اللي احنا نعرفها عندها الحقيقه يعني الوضع اللي تم الغاء الامتحانات عشان لسه مستمر. فانا عشان كده بقول لك التقرير المفروض يعني على حسب قرايتي كولية امر التقرير دخل اللجنه. القرار الصح هيجي من رئاسه الوزراء. احنا عموما الموضوع كله هيتوقف على الرؤيه الرشيده للحكومه ولوزاره التربيه والتعليم. اللجنة منعقدة حاليا واحنا منتظرين القرار الحكيم اللي يأمن لولادنا ان هم ينزلوا الامتحانات في امان تام ويخلي الاهالي ما تخاطرش. زي ما دكتور محمد واستاذة فاطمة قالوا ان لو ابني عنده فيروس انا مضطرة ان انا انزله لان نزوله بالنسبة لي مستقبله وده بالنسبة لي اهم حاجة ومش هفكر بقى ساعتها اذا كان هيعدي حد ولا لا. دي مشكلة كبيرة جدا لازم تتخذ في الحسبان. يا ريت نتمنى ان اللجنة تاخدها في الحسبان بكل حذر. دكتورة مي حضرتك قولي لنا نصيحة أخيرة للسادة المشاهدين يعملوا إيه وهم نازلين على موسم امتحانات وعلى قلق شديد من وجود الترم الثاني من عدمه. انصحيهم نصيحة ياخدوها في الحسبان بس سريعا. نصيحتي للاثنين يا فندم الاثنين. أول حاجة المدارس لابد إنها تهتم جدا بالإجراءات الاحترازية، قياس درجات الحرارة، التباعد الاجتماعي في الامتحانات ما بين الطالب والآخر، محاولة ان هم يعني يطلبوا من الطلبة يجوا بدري شوية بحيث ان ما يبقاش فيه تزاحم ويقدر يبقى فيه تنظيم للطلبة بحيث ان ما يبقاش فيه تدافع او تزاحم علشان لدخول اللجنة بتاعت الامتحان. لو ظهر اي طالب داخل اللجنة عليه اعراض او عليه في حرارة او عليه اي اعراض لابد من عزله عن باقي الطلبة، ربنا يستر لوحده يكمل امتحانه. احنا لازم نستعد يعني. الحاجة الثانية لابد ان بننصح بقى الاهالي لازم يبقى في وعي يعلموه لاولادهم ويبقوا هم عندهم الوعي اولا. الاهالي ما يروحوش مع للاسف وقتنا يعني خلص دكتور مي، للاسف والله وقتنا خلص. كان نفسنا نسمع من حضرتك بعض الارشادات للسادة المشاهدين بس بعتذر لحضرتك جدا الوقت خلص. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ورب يستر ويعديها على خير ونتمنى ان اللجنه تنزل القرار الحكيم اللي يامن مستقبل ولادنا كلهم ويطمنا كاهالي. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان نورتونا النهارده وبنشكر دكتوره مي اللي كانت معانا عبر سكايب وان شاء الله نشوفكم يوم السبت الجاي الساعه 6 مساء وحلقه جديده ومن اول وجديد.